نصبح على حضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نبتدي بأول خبر معانا، وهو عن القوات حرس الحدود اللي تمكنت خلال الشهر الجاري من تحقيق العديد من النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. قامت بضبط 2 طن من الحشيش المخدر و2 طن من البانجو و37 كيلوغرام من الأفيون، ده غير عدد من أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وده في إطار التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات اللي بتهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري. استمراراً لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري واستهداف الشباب المصري بضخ كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الجاري من تحقيق العديد من النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث تمكنت قوات حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط 36 عربة أنواع وحفار ولودر يستقلها 92 فرداً، عثر بحوزتهم على 3 بنادق مختلفة الأعيرة و1400 طلق أنواع وطنين من جوهر الحشيش المخدر وطنين من نبات البانجو و305 كيلوغرام من نبات الهيدرو و37 كيلوغراما من الأفيون وعدد من أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية وثلاثة أجهزة للكشف والتنقيب عن المعادن و32 مكنة كهرباء و14 جوال أحجار مخلوطة بخام الذهب، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية. وفي سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب طنين من مادة سماد اليوريا المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة. يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التي تنفذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً في تأمين حدود مصر، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة. لسه مستمرين في الأخبار المتعلقة بالقوات المسلحة، لأن القوات المسلحة قدمت التهنئة لأبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة اللي حققوا 25 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 بواقع 8 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضة و11 ميدالية برونزية، وده في إطار الدعم اللي بتوليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة الرياضية من أجل بناء قاعدة من الأبطال الرياضيين القادرين على التميز والريادة بمختلف الألعاب الرياضية، واللي في يمكن في الحقيقة كانت السيدات بمثابة الشمس اللي سطعت في سماء المتوسط من خلال يعني حصد ألقاب يمكن للمرة الأولى في هذه البطولة. كمان امبارح كان في مجموعه من الاخبار والاحداث المهمه، منها الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء واللي تم فيه استعراض الموقف الوبائي في مصر، وكمان متابعه جهود التحضير لاستضافه مؤتمر المناخ كوب 27، ده غير اجتماع مجلس المحافظين واللي تم فيه التاكيد على ضروره تفعيل غرف الازمات في عيد الاضحى المبارك. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اللي بدأه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء الحكومة وأبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، راجياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بموفور الخير والأمن والرخاء. وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الافتتاحات الرئاسية اللي تمت الأسبوع ده، زي افتتاح محطة عدلي منصور المركزية واللي بتعد أضخم محطة تبادلية في الشعب
الشرق الأوسط مع تدشين منظومة القطار الكهربائي الخفيف، وقال إن المشروع ده بيعتبر خطوة مهمة نحو التحول للنقل الأخضر المستدام. كمان أشار الدكتور مصطفى مدبولي لافتتاح الرئيس عدة مشروعات خاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقال إنه في توجيهات رئاسية بالتركيز على دعم النماذج الشبابية الناجحة في كل المجالات. وخلال اجتماع مجلس الوزراء امبارح تم استعراض الحالة الوبائية في مصر خاصة فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا، وتم التأكيد على إنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة زيادة في عدد الإصابات بالفيروس. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة جهود التحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، واللي هتعقد في نوفمبر اللي جاي بمدينة شرم الشيخ. وأكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لخطوات التجهيز لمؤتمر المناخ وتوفير مختلف أوجه الدعم، وده لضمان التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتحقيق التنظيم اللائق لهذا الحدث الدولي المهم. كمان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأكد على ضرورة تفعيل غرف الأزمات بجميع المحافظات على مدار 24 ساعة طوال أيام أجازة عيد الأضحى، وكمان التنسيق المستمر مع غرفة إدارة الأزمات بمركز المعلومات بمجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث اللي ممكن تحصل بالسرعة المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة. امبارح مجلس الوزراء نشر فيديو، الفيديو ده بيوضح الجهود اللي بتقوم بيها الدولة لتحقيق استقرار السوق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، وده في إطار خطة مواجهة التحديات والتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. هنا ب 115 بره ب 180 ولحمه درجه اولى. انا كنت بتمنى ان انا حد يقابلني عشان اتكلم عن المبادرات. ده عندهم خرفان بلدي حيه بيبقى 90 جنيه الكيلو. المنفذ ممتاز، منتجات كتير من لحوم واسماك وفراخ وبسعر تنافسي، يعني 60% نسبة الاكتفاء الذاتي حالياً من اللحوم الحية، نحو 15 شهراً مدة تغطية اللحوم الحية، 29800 طن حجم تعاقدات اللحوم الحية والمجمدة منذ يوليو 2021. وبالنسبة للمشروع القومي للبيتيلو، المشروع يساهم في تربية وتسمين 461 ألف راس ماشية وزيادة رؤوس الماشية بالأسواق وتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة. كان تعليمات معالي الوزير طبعا وضع خطة محكمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، توفير كافة أنواع السلع الغذائية منها طبعا اللحوم بأنواعها المختلفة. فعندنا اللحوم الطازجة السوداني وضخ كميات كبيرة جدا من حوالي 150 إلى 200 طن يوميا في منافس شركات السلع الغذائية التي يبلغ عددها 1350 منفذ على مستوى ال 27 محافظة. النقطة الثانية طبعا توفير طبعا اللحوم الضأن المبردة، وهنتكلم عن الأسعار. لو قلنا اللحوم السوداني الطازجة بسعر 115 جنيه للكيلو، اللحوم الضأن المبردة السودانية ب 135 جنيه للكيلو، اللحوم المجمدة برضو بسعر 85 جنيه للكيلو. طبعا الأضاحي كمان الحمد لله احنا تم إقامة 39 شادر على مستوى الجمهورية، وسيتم بيعها بسعر 90 جنيه للكيلو قائم. وهنا طبعا لحمة متوفرة جدا جدا طول الموسم، مش في الأعياد بس، سواء كندوز سواء ضاني مبرد سواء مجمد برازيلي، وبأسعار تقل عن السوق حوالي 40%. ده عندهم فراخ خرفان بلدي حية بيبيعوها وأقل من السوق، في السوق بره بتتباع بتبدأ من 95 و100، هنا بيبيعوها ب 90 جنيه كيلو حية. الخضار والفاكهة طبعا بقى فيهم انخفاض ملحوظ، توفر السلع كلها موجودة، الزيت سكر رز الدقيق الخزين بتاع البيت الأساسي كله موجود. هنا ب 115 بره ب 180 وب 200 ولحمة درجة أولى مش عليها عيب يعني، وكل زي ما انت شايف الزحمة كده. ان شاء الله في العيد ولحمة العيد موجودة وكل حاجة موجودة، والناس اللي هنا ناس محترمة جدا. بالنسبة للفلوس بالنسبة للحمة
حاجة رخيصة وحاجة في منتهى النظافة وأسعار جميلة قوي 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 يعني. اللحوم متوفرة والمنتجات متوفرة، الأسعار أنا شايف إن هي كويسة أحسن من بره بكتير يعني. الرز كويس وسعره كويس، والسكر والزيت برضو سعره كويس، واللحوم برضو سعرها كويس أحسن من بره بكتير. متوفر في جميع السلع تقريبا، من أول الرز والحاجات كلها منتجات البيت يعني. شايفة اللحوم برضو أسعارها مناسبة جدا بالنسبة لبره، فرقين ما بين اللحم السوداني واللحم البلدي، ودي حاجة في منتهى الأمانة. وزارة الزراعة تمتلك 171 منفذ تسويق ثابت بالإضافة إلى 23 منفذ تسويق متحرك، دول تابعين وزارة الزراعة. ومعنا كمان وزارة التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمحليات ومؤسسة أمان. كل هذه المنافذ التسويقية الحكومية موجودة وتغطي كافة أنحاء الجمهورية برضو في الخط الساخن لوزارة الزراعة، سواء كان 15500 أو واتس أب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة 0155-862-6681 للتواصل حال وجود أي مشكلة لا قدر الله، هنكون في خلال دقائق موجودين جنب المهم. لا الأسعار طبعا مخفضة جدا جدا عن برة طبعا، الجزارين برة طبعا أسعارهم غالية جدا، بالنسبة لنا احنا المستوى بتاعنا احنا أسعارها مخفض لنا، احنا كويسة احنا هنا لينا. بالنسبة للعيد وأسعار اللحوم هنا في وزارة الزراعة، أسعار اللحوم معقولة، سعر كويس أفضل من برة، اللحوم هنا طازة وصبحة. الأسعار نزلت عن الشهور اللي فاتت أو عن الأسبوعين اللي فاتوا، يعني سواء طماطم خيار خضار. وزارة الزراعة بتوفر هنا لحوم بمناسبة عيد الأضحى، وكل عام وأنتم بخير جميعا، بأسعار جميلة جدا جدا جدا، وفي اللحمة بأنواعها، في الضاني وفي الكندوز، واللي عايز حاجة بيجي ياخدها. كمان في منتجات الخضروات بأسعار زهيدة وكويسة جدا جدا، وفي منتجات أخر زي عسل أبيض بمنتجاته ومربات، وكل ده متوفر بأكشاك وزارة الزراعة. الوطنية هنا بتوفر لحوم مثلا زي المفروم، هنا برضو ما زالت الأسعار بالريت القديم يعني بالسعر القديم. الأسعار ما فيش شك إن منافذ القوات المسلحة بصفة عام، أنا طبعا عشان قريب من هنا، هو ده المكان اللي باجي فيه باستمرار، الأسعار ما فيش شك إنها أفضل من أي مكان آخر بفرق ملحوظ. أنا باخد كل طلبات المنزل عندي من هنا، وكل الحاجات السلع وكل الطلبات اللي أنا عايزاها موجودة، وبصراحة أسعارها كويسة عن أي سوبر ماركت برا. هنا الأسعار ممتازة والمنتجات كلها متوفرة تمام، والخدمة ما شاء الله حاجة حلوة. اللي برا في أسعار مرتفعة، هنا في الدنيا مظبوطة، الحاجة تمام بأقل من سعرها يعتبر ملاء، والحاجة متوفرة والمنتج مضمون. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وزارة الداخلية قامت بتكثيف خدمتها المرورية على الطريق الساحلي اسكندرية مطروح. إجراءات أمنية مكثفة وخطط ومتابعات دقيقة اتخذتها وزارة الداخلية لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور خلال فترة الأعياد. ويشهد طريق اسكندرية مطروح الساحلي إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات والأكوال الأمنية على الطريق لتوفير سبل الأمن والأمان والسيولة المرورية. كما تم تزويد الطريق بمعدات مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة للحد من تجاوز السرعات والالتزام بالسرعات المقررة على الطريق، وخاصة المناطق التي تم تطويرها بالطريق الرئيسي.
وبمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمنطقة التي تم تطويرها مؤخراً من الكيلو 101 إلى الكيلو 156 التي تمت خلالها توسعة الطريق الرئيسي ليصبح 6 حارات، كما تم توسعة الطريق الداعم ليصبح 4 حارات، إضافة إلى إنشاء 9 كباري دورانات لخدمة مرتاد الطريق ولتيسير تغيير الاتجاه لنقل الحركة من الرئيسية إلى الداعم. ومن الداعم إلى الرئيسية. كل كوبري يتكون من 4 مطالع و4 مخارج لخدمة الاتجاهين. قائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسية، ويكون أمامه 4 اختيارات، إما مخرج الطريق الداعم أو مخرج الطريق الرئيسي أو الدوران، ثم يسلك مخرج الداعم أو المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس. وقد تم نشر خدمات مرورية أعلى الكباري لتحقيق الانضباط المروري عليهم. الطريق الداعم تم إنشاؤه لخدمة مرتادي القرى السياحية والمولات والكيانات التجارية بتلك المنطقة، تتواجد عليه خدمات مرورية لإرشاد المواطنين، ويتكون من 4 حارات ويعمل في الاتجاهين، ويفصل بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني لعدم التداخل أثناء السير. ويوجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريق. تم وضع لوحات وعلامات إرشادية على الطريق توضح السرعات واتجاه السير، حيث أصبحت السرعات المقررة بتلك المنطقة 80 كيلو للطريق الرئيسي و60 كيلو للطريق الداعم و40 كيلو للكباري. وتهيب وزارة الداخلية الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين. يعني في الحقيقة بنشوف دايما في فترة أجازات العيد تواجد مكثف لرجال المرور في وزارة الداخلية لحفظ أمن وسلامة يعني مستخدمي الطرق، وتحديدا الطرق الساحلية، لأن عارفين بيبقى عليها إقبال شديد في الفترة دي. نروح لجولة أخبار المحافظات، لأن معنا مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة والأحداث اللي حصلت امبارح في المحافظات المختلفة، يمكن أبرزها توفير 36 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل في المحافظات المختلفة، واستعدادات شواطئ الإسكندرية لاستقبال الزوار في العيد. كمان معنا بدء أولى جلسات برنامج شباب يحاور في المنوفية، وأخبار تانية كتير هنعرفها في التقرير الجاي. محافظات مصر حصل فيها أخبار كتيرة امبارح، أبرزها إعلان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن صرف مبلغ 36 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة وتغطية المجاري المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. في الإسكندرية أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إن شواطئ الإسكندرية بترفع الراية الخضراء استعداداً لاستقبال روادها في العيد، وقالت إن الطقس معتدل والأمواج هادئة بجميع الشواطئ، وبيتم تنظيف الرمال والمياه من طرح البحر ومتابعة نظافة وكفاءة دورات المياه، وكمان زيادة معدات وأدوات الشاطئ من شماسي وكراسي. في المنوفية أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك ساهم خلال شهر يونيو اللي فات في تنفيذ 48 مشروع بتمويل 23 مليون و515 ألف جنيه، والمشروعات دي وفرت 93 ألف فرصة عمل مختلفة لأبناء المحافظة.
امبارح شارك عبد الحميد الهجان محافظ الأليوبية في أولى جلسات برنامج شباب يحاور اللي بينظمه بيت العائلة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني بين كل طوائف الشعب المصري بوجه عام والشباب بوجه خاص. في الشرقية أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إطلاق 2 مليون زريعة أسماك بتشمل 1 مليون زريعة سمك بولتي و1 مليون زريعة سمك مبروك ليتم استزراعهم في بحر مويس، وده بالاتفاق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير الأسماك لدعم الأسر البسيطة ومحدودي الدخل. بتستعد محافظة الأقصر لإجراء المزايدة العلنية لبيع نتائج ثمار نخيل البلح لعام 2022، وتم تحديد جلسة المزايدة يوم الاثنين الأول من أغسطس 2022. في كفر الشيخ أطلقت مديرية الشباب والرياضة فعاليات مشروع الرواد القومي بالمحافظة، واللي هيتم من خلاله المشاركة بألعاب كرة القدم وتدريبات اللياقة البدنية على أيدي مدربين متخصصين. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فتح 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال أجازة عيد الأضحى لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التي قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع. في الغربية أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا إن مركز البحوث قام بتمويل 11 مشروع بحثي بالجامعة بدعم مالي 7 مليون جنيه في مجالات مختلفة.